السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم صراحه شحال ديما بنت بعدا توحشكم بزاف، واليوم جيت بفيديو جديد باش نشارك معكم الديور ديال الضحى اللي كيتواجدوا في عين عوده في الفردوس. صراحه الديور زوينين، هما دوبلكس فيهم لتحت والفوق، 35 متر لتحت و35 متر للفوق. صراحه داكشي زوين بزاف، فمشيت حتى للشانتي باش نشوف لا فينيسون، نشوف كيفاش داير، نصور لكم كيفاش الدار كي دايره بلا اتات ما مفرشاش كاع، وصورت لكم الدار مفرشه باش تقدروا تشوفوا الفرق ما بين الدار ما مفرشاش واللي مفرشه، يعني قبل وبعد. وبغيت نقول لكم حتى بالنسبه للناس اللي كيسولوني على التسبيق، يعني لافونس ديال بالنسبه للبروميير ايتاج ودوزيام ايتاج 50000 درهم، وبالنسبه للثوازيام ايتاج وكاتريام ايتاج 30000 درهم. يعني هذا هو التسبيق لي على حسب لي ايتاج، وصراحه داكشي زوين، يعني فيها كوزينه، جوج ثلاثه البيوتا وحمام وطواليت، وفيها كوزينه، يعني داكشي زوين بزاف. وكل واحد صراحه يعني على حسب الذوق ديالو كيفاش غادي يرد الدار، كيفاش يعني كيفاش غادي يردها على حسب الذوق. يعني نتوما غادي تشوفوا معنا في اللقطه الثانيه يعني الدار متتا كيفاش داروا ليها، صراحه زوينه بزاف، وكيفاش دايره هي خاويه. فخليكم معايا وما تنساوش تخليوا لي التعليق الا كنتو باغين شي معلومه، انا في راه الاشاره ديالكم وكنبغيكم بزاف. Thank you.
لايك وما تنساوش تبارتاجيو لا فيديو مع الحباب ديالكم وتخليو ليا لايك وتخليو ليا الكومونتير اللي بغا شي معلومه. موح عليكم كاملين.